أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعة المشهودة التي تشهدها الملائكة وتتنزل فيها بالرحمة والسكينة. يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إخوة الإسلام والإيمان، ونبقى الآن مع الزاد الذي لا ينفد والمدد الذي لا ينقطع، مع صراط الله المستقيم وحبل الله المتين القرآن الكريم، منهل العلماء ومعجز البلغاء، مع الشفاء من كل داء. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، من خير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى
عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا صادقين
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون
الكفر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم حقا وصدقا وما هو إلا ذكر للعالمين كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم هو النور الذي يهدي الحيارى هو الخير المرجى والنعيم به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا